النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في حضور تخريج دفعتين من اسود مصر، من رجال البحريه المصريه ومن رجال الدفاع الجوي. دفعه 67 بحريه اللي واحد من اسودها بيؤدي التحيه العسكريه امام القائد الاعلى للقوات المسلحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع الذي يقف بجواره الفريق اول صدقي صبحي. و الحقيقه انا واحد من الناس، انا تامر مش اعلامي بقى ولا مذيع ولا كلام فاضي، لا انا تامر المواطن، والله لما بصحى من النوم وبلاقي التلفزيون بيذيع حفلات التخرج للقوات العسكريه بالذات وكمان قوات الشرطه اللي هي كليه الشرطه، خريج كليه الشرطه، بقعد اتفرج كاني مستني فيلم او حدث مهم. هتقولوا لي ليه في بعض الاحيان بيبقى ممل؟ هقول لكم والله ما ممل ابدا، ده امل بكره، ده اللي الناس والشعوب والدول الأخرى بيحسدونا عليه. صدقوني ما تصدقونيش، حضراتكم حرين، بس أنا بقول لكم اللي انتوا شايفينه قدامكم ده كل ما بيتزاع وشعوب الدول الأخرى بيتفرجوا عليه وبيشوفوه بيزدادوا غيظا، بياكلوا في صوابعهم. يقول لك هو ده اللي حامي مصر، مش هو ده اللي هو السيسي طبعا حامي مصر، بس أنا قصدي هو ده درع مصر، جيش مصر، العيال دي اللي تربت على انها تدافع بالدم والروح عن تراب مصر. بحرية، قوات جوية، دفاع جوي، مشاة، مدرعات، وكلية شرطة كمان لازم ما ننساهمش. جيش مصر وداخلية مصر درع في منتهى الصلابة، في منتهى الصلابة للحماية والذود عن مقدرات ومستقبل هذا البلد، واللي كل الكارهين نفسهم ان هو ما يحصلش. عشان كده ببقى في منتهى البشر والتفاؤل لما بشوف الورود دي بتتفتح في المؤسسه العسكريه والمؤسسه الشرطيه. خلينا نروح نشوف حضور الرئيس للدفعه بحريه ودفاع جوي. وعد الله وعد الله على ان احافظ على تقاليد كليتي، على ان احافظ على تقاليد كليتي في الداخل والخارج، في الداخل والخارج. بعد أن أقسموا بأن يكونوا جنودا أوفياء لبلدهم محافظين على أمنها وسلامتها، سلم الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخريج الدفعة 67 بحرية، دفعة الفريق سعد الدين الشاذلي، والدفعة 44 دفاع جوي بمقر الكلية البحرية بالإسكندرية، أنواط الواجب لأوائل الدفعة الجديدة من طلبة الكليتين البحرية والدفاع الجوي. من أول سنة أولى هو بيبقى جاهز وبيتدرب ان هو يطلع على الوحده البحريه دي، انه في الاخر هيبقى ضابط بحري هيشتغل الوحده البحريه، وبالتالي انا بدربه نظري على الوحده البحريه وبدربه عملي في البحر على الوحده البحريه خلال 4 سنين، عشان اول ما يتخرج بيبقى جاهز ان شاء الله بيشتغل مساعد ضابط نواطشي على الوحده البحريه اللي بيشتغل عليها ان شاء الله وبيبقى مستعد ليه. وللمره الاولى شاركت حاملات المروحيات جمال عبد الناصر من طراز مسترال التي تعد احدث القطع البحريه المنضمه الى القوات البحريه المصريه في العرض البحري العسكري والذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قامت بعمليات إنزال بحري لصائدات الألغام والناقلات البحرية. ومن المقرر أن تحتفل القوات المسلحة الأسبوع المقبل بتخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية لينضموا إلى صفوف القوات المسلحة على اختلاف أسلحتهم ووحداتهم ليمثلوا إضافة جديدة لقدرات الجيش المصري. أرجو كلمة لأبناء الضباط الخريجين الجدد كزملاء لينا في السلاح وفي الداخل القوات المسلحة، ووجه كلمة تهنئة ومباركة لأسرهم بتخريج أبنائهم، وأقول لهم إن شاء الله تعالى تفرحوا بيهم دايما وتفرحوا بيهم على مدار العمر دايما، وأقول لولادي أبنائي الخريجين أوصيكم تستمروا في تحصيل العلم، أوصيكم بالانضباط، أوصيكم تخلوا بالكم وتحافظوا على معداتكم أسلحتكم، وصيكم بجنودكم، وصيكم ان انتوا تستمروا في الاداء الراقي اللي انتوا تعلمتوه داخل الكلية والانضباط الذاتي، وصيكم ان انتوا تحافظوا على ولائكم وانتمائكم لمصر، وانا واثق فيكم، واثق في ادائكم، واثق في وطنيتكم، واحنا كلنا ثقة فيكم، انتوا بتمثلوا بالنسبة لنا المستقبل، والمستقبل ان شاء الله تعالى المقبل ليكم مزدهر، واتمنى لكم كل التوفيق وكل نجاح في حياتكم ان شاء الله تعالى. بكل ثقه وبقول واحد، كل الاهتمام وكل الرعايه وكل حاجه تحتاجها الكليه، القياده العامه للقوات المسلحه
بتعتبر الكليات العسكرية في المقام الأول من دائرة الاهتمام بتاعها لإعداد الفرد المقاتل سواء في مركز تدريب أو في معهد تعليمي أو في كلية عسكرية. ده إحدى الاهتمامات الكبرى للقيادة العامة للقوات المسلحة. في نفس الإطار قيادة قوات الدفاع الجوي بتولي اهتمام كبير جدا بإعداد الطالب داخل الكلية العسكرية، لأن الطالب ده هو اللي هيكون الضابط وهو اللي هيكون القائد في يوم الأيام، هو ده اللي هيحارب، فلابد من إعداده وتأهيله من الناحية العلمية والناحية الفنية والناحية الانضباطية والناحية النفسية من الناحية المعنوية من جميع النواحي. هناك اهتمام كبير جدا، وده واجبنا وده دورنا. أهم حاجة إن احنا نعد فرد مقاتل قادر على قيادة وحدة فرعية صغرى، قادر على التصرف في المواقف الطارئة، محصن ضد الأفكار الهدامة، قادر على إن هو يقود ويسيطر ويدافع عن بلده ويضحي بروحه في سبيل وطنه.